طب عايزه اروح لمحور اخر وهو أتفضل. جهود الدوله استاذ عبد الحليم في توفير مختلف انواع اللقاحات لكورونا واتاحتها للمواطنين، اهميه الخطوه دي ايه واهميه الجهود دي؟ السباق على اللقاحات قضيه دوليه الان، وبتقاسي الدول بمدى ما يمكن ان توفره من لقاحات ونسبه التطعيم بصفه عامه، لانه البشريه لم تمتلك الى الان في ظل هذه الجائحه سلاحا اقوى من فكره التطعيم. طبعا لا زال الشوط طويلا امام وجود دواء سبيسيفيك يعني مخصوص للعلاج للكورونا، علاج يعني، واللي بيتم الاعتماد على ما نعرفه يعني مستعانه بادويه امراض اخرى لاحراز بعض النتائج. لكن طبعا التطعيم وطبعا مع الاجراءات الاحترازيه التي نعرفها جميعا وفي كل العالم، التطعيم هو اهم سلاح توافر الى الان. صحيح وهذا امر ليس في اي جدال ان التطعيم لا يوفر لا يمنع المرض لكنه بيخفف من اثار المرض وتبعاته ومضاعفاته يعني. فالتطعيم في مصر الحقيقه اي منصف يستطيع بضمير مرتاح ان يقرر ان الدوله المصريه تبذل جهدا هائلا في توفير اللقاحات، سواء بشراء هذه اللقاحات او الحصول على بعضها عبر اتفاقيه كوفاكس او بتصنيع اللقاحات في الداخل من خلال فاكسيرا وسينوفاك وكده. هذا مكن الدولة المصرية الحقيقة بعد فترة تباطؤ أولى من التوسع في التطعيم. أتصور أنه ما فعلته الدولة وما يصح لها أن تفعله من توسيع مراكز التطعيم زيادة عددها، لأن لاحظت حتى على الأقل في التطعيم أنه التكدس هائل جدا وفي إقبال أكبر من المصريين على تلقي اللقاح. أعتقد أن هذا الإقبال الهائل لابد من استثماره في ليس فقط في تحقيق ما تستهدفه الدولة المصرية فيما هو معلن من أنه بنهاية هذا العام يكون 40 مليون مصري قد تلقوا اللقاح. أنا أتصور أننا نحتاج إلى قفزة أكبر من ذلك. لماذا نحتاج؟ لأننا دولة أحد مواردها الأساسية، أعجبك ذلك أم لم يعجبك في الاعتماد على الاقتصاد الريعي، أحد مواردها إلى الآن الرئيسية هي الدخل السياحي، والدول تقاس في السفر إليها أو السفر منها الآن بمدى انتشار التطعيم، فهو ضرورة قومية يعني للبلد واقتصادية فوق ضمان مستوى أعلى من المقاومة لجائحة الكورونا. الدولة المصرية حين تقول أنها ستلقح 40 مليونا بنهاية هذا العام هي يعني لا تجدف في فراغ، إنها الحقيقة وفرت أهم حاجة في توفر هذه اللقاحات، هي وفرت كمية هائلة معقولة من اللقاحات، وربما تتمكن في العام المقبل اللي هو 2022 من أن تكون مصدرا للقاحات بعد اتفاقات التصنيع التي عقدتها مع سينوفاك وربما تعقدها مع شركات أخرى سبوتنيك أو غيرها.